لأن الحق سبحانه وتعالى يقول إنني سخرت لكم. ومعنى التسخير التذليل. لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاتل. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا. ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع وما حصلش ليه في دي. طب وبركان يطلع كده يروح فازي في الحمام وعمل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه. قال لك اه، لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغلى الانسان واستغنى. يقوم لازم يلفت في بعض الأحيان كده إلى أن وراء الأسباب والمسببات والتسخير أشياء أنا أهز بها ضمائر الغافلين، أهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقول لك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف زبزبة الأرض، وإذا كان في حاجة مش عارف إيه زلزال هيحدث، أقول له طيب يا أخوي بتفاجئكم هيا ها، وتروح دخاكم على المسألة. تبقى إذن المسألة الحق وإن كان خلق الكون بقوانينه ونواميسه، إلا أنني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقة قدرته. يقول لقوانين التسخير ابطلش، فتتمرد الأرض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بإيه، يتمرد الريح عليك بعاصفة. الله الله الله، إيه الحكاية دي؟ قال لك آه، علشان ما تعرفش أنك أنت بشطرتك عملتها. أنا لو لم أذللها ما كانتش تذلل لك. ولذلك قال فذللناها لهم.